May the peace and blessings of Allah be upon you all. I will now present before you an Arabic poem written by the holy founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. May Allah be pleased with him. He wrote this miraculous poem in praise of our holy master, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. يا عين فيز الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا عين فيز الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان تهوي إليك الزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران نورت وجه البر والعمران يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهدى وأشجع الشجعان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهدى وأشجع الشجعان أهدى الهدى وأشجع الشجعان إني أرى في وجهك المتهلل شأن يفوق الشمائل الإنسان في وجهك المتهلل شأن يفوق شمائل الإنسان شأن يفوق شمائل الإنسان جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران جسمي يطير إليك من شوق على
يا ليت كانت قوة الطيران يا ليت كانت قوة الطيران يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني في هذه الدنيا وبعث إنساني.